السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في حلقة جديدة من عجنها عجاب. اليوم ضيفنا غني عن التعريف، هو من كادر هذا المشروع اللي هو كاميرا اكشن في اختنا ملاعبكم، لان احنا مطاعمكم، اختنا ملاعبكم. هو مقدم برنامج تيفو، السيد علي السيد حسين، متزوج ولديه ابنان السيد هاشم والسيد احمد. وش رايكم وانا اتكلم فسحة؟ مواليد 1985. نرحب بالسيد علي حسين، حياك سيدنا. طبعا السيد، هلا السيد، حياك الله، مرحبا بكم، ايش اموركم؟ طبعا متعود على الكاميرا ان شاء الله في تيفو في الماتم ما شاء الله. يا هلا وسهلا. قبل ما نبدا حلقتنا ما ننسى الشير واللايك والسبسكرايب وتفعيل جرس الاشعارات، ويلا نروح للحلقة. اندلعت الحرب الأهلية الإسبانية عام 1996. وش تتوقع الطبخة؟ ما ادري، انا شفت العصيدة وشفت الجيمات ما جيمات، فانا اتوقع شيء من هالقبيل، يعني ما اتوقع شغلة فيها عيش. بس انا سمعت انك انت خبرة في العيش. ولله الحمد، خبرة بسيطة في العيش يعني. هو في الطباخ لو بس تحوس وتغسل مواعين. لا تهلكنا. يلا عطنا طبخة. المعكرونة او شيء يشبهها، هي بس مو المعكرونة. طبخة هي بيزا. هلا بيك، هلا. العجيب في الضيوف اذا نقول لهم الطبخة ينصدم. بال احد بال وهكتني مالي في المعجنات. المعجنات مو مصوبة طبعا السيد، نظام غذائي وكذي. طبعا تشوفون حلقات تيفو القديمة وحلقات تيفو الجديدة، فارق ما شاء الله. زين سيدنا، وين توكل على الله؟ ما لنا الا نص دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نبغى مكونات قبل الاتصال، بعدين نضبط حق استغل الاتصال زين ما زين. ما شاء الله. انزين وش تبغى اول شيء؟ ام بطحين، ام بجبن، ام بيدا، عندك صلصة البيتزا او معجون طماطم. اصبر لازم ادش. ام بطماطة، ام بزيتون، ام بفلفل بارد، ام بزبدة، زيتون اذا عندكم زيتون. مو كنا حر عليك الكابوسه؟ نشيل الكابوسه؟ ايه شيل الكابوسه. يلا حلقه تيفو نفس ما هي. تحسبون لي نص دقيقه؟ ايه ايه. اليوم جاي، اليوم انا جايب ساعه، كل مره اوقت بالتلفون. سلام، اسمعيني واضحه؟ زين، بيتزا انا بطبخ اليوم بيتزا في برنامج عجنها. عندي طحين، عندي جبن مبشور، عندي طماطم، عندي فلفل بارد، عندي الصوص، عندي الزيتون. في شيء احتاجه بعد؟ خميره سريعه بيكنج باودر. تمام. زين، زيت عندي. اوكي، شلون الطريقه؟ وش اسوي؟ كم طحين وكم خميره؟ اوكي، 3 1/2. اوكي، نسيت، 3 طحين، 1 ماي، نص زيت، ملعقه صغيره بيكنج باودر، وملعقه صغيره سكر. بعد كم اخمرها وكم اطبخها؟ ثانيه. بخلص الوقت، بخلص الوقت. كم اخمرها؟ خلص ساعه. اوكي، انبا ملعقه شاي صغيره. وال هذا مو شاي، هذا ملعقه حواري. هذا كوب. ما شاء الله سيدنا، جبتها جيب يعني اسئله دقيقه. علموني كذي، ما ادري احطها ويا الطحين، لو احطها في الماء كنا يدوبونها في الماء. لو احطها في الطحين، احطها في الطحين. ايه ايه ايه، في الطحين. انا سويت قبل بيتزا متى؟ 2008 يمكن. 2007. هاد بيتزا عجينة؟ بيتزا عجين، بس ما اخذ العجينة جاهزة. نفس هذين البنات اللي يسوون بيتزا الروتي سليس. سكر بعد نفس الشيء، ملعقة بعد ملعقة او فنجان، قفشة كبيرة قد الفنجان. نحليها ليكم، نزيدها شوي بعد حق تصير وصفتي. له ترى البيتزا مالحة المفروض، بس يحطون سكر. أدري بس ما يبين السكر في الموضوع. سيد علي في اتحاد تحكيم لكرة القدم، حبيب. وأستاذ رياضة، حبيب. متخرج من جامعة البحرين. نعم، 2009. إزاي سيدنا تجربتك في تيفو؟ وش؟ والله هو تيفو برنامج يعني ممتع. هذا تمرين اليوم، هذه تطلع عضلات وتشوف تفكر الطبخ صحيح. قول ساعة.
زين سيدنا جانب التحكيم. طبعا احنا شايفين في بعض المباريات كيف انه لاعب يعصب على الحكم، حكام انضربت، يعني خب هو لازم لابد يصير صراخ يصير، بس الحكم وشخصيته هو اللي يحتوي الموضوع اولا، ثانيا هو وشخصيته داخل الملعب هل انه يكون اوفر لهالدرجه، بس منها الحكم نفسه هو مسيطر او مو مسيطر، قراراته سليمه او فيها شوي. زين جربت تحكيم غير القدم؟ جربت ايه، مثل تنس طاوله، تنس ارضي، ريشه طائره من يوم انا في الجامعه. حكمنا بطولة العالم المفتوحة صارت في البحرين سنة من السنين، وحكمنا بعد غرب آسيا، بطولة غرب آسيا بعد في البحرين في نادي بتلكو ريشة الطائرة. بعد أنا خلصت الجبن نحارس العجينة، واحد عشر دقائق هي خلني أكل شوي جبن. آفيا السيد. طبعا هي هذه تيفال، بس احتياطا حق لا يعصبون على العجنها، عجانه هنا نحط فيها زبده شوي حق لا تلصق. الله يستر. إيه لا ريحتها اوكي، لا ريحه زين. كيف استقبلت خبر انه خلاص اكو نادي وكيل وزاره؟ تصدق اتصلوا لي انا في المطبخ اطبخ، وفكرت واحد مسوي فيه دقه وياك وزاره التربيه. وزاره التربيه خير؟ قال الشيخ توظفت و متى متصل؟ شهر 4 نهاية 4 والوظيفة شهر 9، فقلت هذه 100% دقة يا ولد الحلال، متأكد الوزارة؟ قال ليش فيك يا أخي الوزارة قاعد ما قاعد أتمسخر عليك، مو بعد كاسر لسانك أنت؟ قلت لا، قلت لا هذا 100% واحد مصباح. أطالع في الرقم وأطالع 1-7 وزوجتي تحارس متحمسة الوزارة جيب كذي كذي كذي. صدقت هني الحزة، صدقت وما تتأكد من قطعة سيدة، سويت كوبي للرقم وديته أشيكه برنامج أشيك الرقم لوزارة التربية. أقول لك مناقز في المكان. السيد هاشم كان موجود لو؟ السيد هاشم موجود عمره سنة، جا السيد وجاب الخيرات. إيه هذا رزق السيد. زملائك اللاعبين يعني كابتن جعفر عبد القادر، حارس المنتخب في ذيك الفتره احمد منصور مال نادي الشباب، حارس ايضا المنتخب حسن نشيط، كان يعني امين القلاف نادي الشباب، محمد نشيط نادي الشباب، سيد شهاب جناح نادي الدير، مسلم الكعبي في التضامن، حسن مدن مال نادي باربار بعد موجودين، كانوا كلهم في ذيك الفتره في المنتخب يعني شباب حلوين طيبين. تحياتنا لهم كلهم. ايه تجيب لنا احد نتحداه؟ نقول محمود حسن عد دار كليب. قال محمود حسن وجه لك رساله واتحداك في الطبخ. وش خلنا نتحكى عن تجربه تلفزيونيه، هي تجربه تلفزيونيه سواء في الماتم او في برنامج تيفو، تحدي كبير انك تواجه كاميرا، اذا طفت هالحاجز تحدي الاكبر اذا كنت انت المعد. يعني صحيح. اكره شغله في التجربه التلفزيونيه هو الاعداد، اذا باعد حق تيفو احزب حزاب، شغله متعبه فيها ضيوف. انا باعد وضيفي سيد ناصر، انا بتصل في سيد ناصر نفسه، بتصل في ابو سيد ناصر، صديق سيد ناصر، في اخو سيد ناصر، ناس من قريه سيد ناصر، في اللي وياه في الشغل، اللي اذا كان هو رياضي مثلا اللي في الرياضه، في علاقه واجد. يعني واجد بحر بحر. هذا اللي انت قاعد تسويه شغل بروفيشنال. لا كيف المره تتكلم في التلفون وتعابل ولدها وقاعد تسوي اسوي جديد هذا؟ لا هذا مو مال شغل النسوان. شغل المزايط هذا، هي حركه المزايط. في جانب كان احسه يخوف الاعداد. انا الحين جهزت سؤال لسيد علي مثلا، الحين هذه الحلقه انا مجهز مثلا 4 اسئله، حاط في بالي كل سؤال 5 دقائق. سال سيد علي سؤال لجوابه، جاوبني يا سيد علي ايه جربت هذا الشغل وحرك. قال انا هل 4 دقائق مالت هالسؤال وش اسوي فيها؟ هادي سير من خلال تجربة، كنا نجهز سؤال والسؤال البديل، ولو كان جوابه كذي في شق للسؤال. زين سيدنا احلى موقف لما رمضاني؟ شوفوا يمكن مو احلى موقف، يمكن انا الموقف اللي استغربت منه لما مهدي سهوان قلت صوت الناي. يعني انا سمعته قبل
بس لما كنت موجود في المكان وتعرف كان صوت قوي في الاستديو في الماتم يعني اول ما بدا قعدت اطالع في بوزه هو يؤدي هل فعلا حقيقي الصوت يطلع من عنده لان الطريقه والمكان وتضخيم الصوت في المكان وغيره يعني اللي وهله تفكر ان صوت مداخلينه مو حقيقي صحيح. لان صراحه كنت متعذب ويا لحن الناي وناي طبيعي خلني اجهز الثانية. لا انا اتوقع لا. نجهز الثانية. الحين انت في الاسرة جانب السلطات. وش الجانب اللي كان خاطرك تدشه؟ السوشي. مع انه ما ضقته ولا استسخت انه اضيقه بس كان خاطري اشتغل فيه لانه شيء صعب. تجربة حلوة. تجربة جديدة وراها رزق صراحة السوشي وراها رزق كبير يعني اي واجد غالي السوشي. الحين هي ما استوت ترى بعد باكيكها الحين بس قاعد اجهز حق احط الفاني حق وشكلها شوي العجينه يمكن فيها شيء من كذي اقول لك يوم ابطلها المفروض من تفخم ارتفع والنايلون اضبط من الالمنيوم. عط المشاهدين الجماعه مو مني انا صورنا محمد من نقول تبى هالقفشه المشاهدين شوفوا شوفوا جابوا لي اي قفشه هذا مو بيض باسل حبيبي بس هذا بارز انا كنت اسويه لاحظوا لاحظوا خلاه على الله ما نقدر نقصه في شيء فنشوني بعد ستر الله وتعرف طبخه المدلل زوجتي تعرف انا ما اكلتها اكلت وش رايك فيها عجيبه المدلل يا شباب المدلل اذا قال لك في قلبك يعني المدلل نعيد للمشاهدين طريقة عمل المدلل. روتي سلس الحمراء زوجتي سوت طبعا كل هذا المصور من المنتج وش بيسوون؟ بلا 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 بيسرحون بذكركم ها انا فترة كنت اسوي لازاين لازانيا حلو لازاينة عيد الكلمة لازانيا لازاينة لازانيا اوكي وش اسمها؟ لازانيا اكو ما شاء الله في واحد وجبة اطفال وش اسمها؟ بنت كم سنة وحنا قاعدين نطبخ لازم تمد اللازانيا لازانيا لحم الحين نقول بسم الله ريحتها الحين ريحتها احترقت شكلها احترق الجبن تعال ذوق يا مقيم ترى احنا نحب الشخص اللي يجي يعجنها عجان انت مو كذي حطبه ما تنقص مو كله في التخييم شكله سيد علي بيجيب السالس اسمع احتمال ينتقم مني في تيفو عادي يحط اي مقطع لسيد ناصر انه هذا لا في له عنده مقاطع لي شوتات بلنتيه تبغى طنش لك بلنتي انا شايته وانا وديته لا صدقني اصدمك اذا شفت البلنت بسم الله سيدنا لا بد انت الله يشوف انطباعك انا ما يعني لا انطباع وجهك يمكن ما تشوف قلت منصدم لو شيء جيده اسمها بيجا فيها الاسم شو انت بتقيمني عقب ما تخلص القطع كلهم بار مشكله بقيمني بارقام المطاعم لا لا طب انا لو حارس تخلصها لان الحواف ما فيها مثلا صلصه البيزا بارزه سلطه الجبن مو هم مسوينها فانتظرت اتذوق دي العجينة لذيذة بس موضوع انه الحرارة او هذه الماكينة شلون تعامل اياها فصارت خشنة ايه محتار انا صراحة اخاف اظلمك واخاف اظلم الطباخ خلي باكي لا تستحقين بعد لو قلت واحد من عشرة انا باكل يعني اعطيك على شغل العجينة كان لا ازيدك في التقييم لان هذه يمكن ظلمت سبعة ما شاء الله سبعة ونص ممتازة عجبك التقييم تمام اكيد نحن السيد ثمانية لان اذا بيجي لها وش اللي نقصها بس هذا خشونتها بس الى هني خلصنا سيد كلمات شكرا للجميع وشكرا للاحبة في هذا البرنامج اللطيف وطبعا انا استفدت تجربة جديدة البيتزا وراح اسويها ان شاء الله في البيت فالكم الطيب ان شاء الله حلقة من الحلقات الجاية المدلل اذا وصل السبسكرايب 1000 شوي مدلل نسوي لهم المدلل يستاهلون البونص المهم اعلان مو مدفوع بس يستاهل تانجو ستون لبيع الخواتيم والمسابيح وبعد في اشياء ساعات عدنا باجيب لك مسباح ركب فيه كركوشه حبيبي السيد ما يقصر نشوفكم الحلقه الجايه لايك وشير وسبسكرايب مع السلامه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من عجنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة. قلت أهلاً بكم. أوه أنت كل يوم ما انتهني. صدقك؟ إيه. نقول هلو ما تحار تسجل الحلقة الرابعة كان تقول. من الحلقة الفانية يقولون. هذا مو هذا. وين هالبوكين بايد باند؟ بيكنج باند بيكنج. وين هالبوكين بايد باند؟ بيكنج. نحط الجبن شي آخر عشر آخر الدقائق أصلاً. جوع. اللي أنت تقولي شوف. 45 قلنا له. باكل جبن. أحلى موقف. كل ما في نص سؤالي يطوف على الكاميرا. يا علي يا علي يا علي. أنا خفت على الكاميرا. محمد خليك تتصور بي. ساكت انت. لا تقعد تحطم لا اردك.